والإدغام برضو ليه ست حروف، ستة أحرف. الحروف ديت اليه والره والميم واللام والواو والنون مجمعة في كلمة يرملون. يرملون اليه والره والميم واللام والواو والنون. الإدغام نوعين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة حروفه الأربعة ينمو اليه والنون والميم والواو ومباع بالغنة حركتين. الإدغام بغير غنة حروفه الره واللام رلة. الره واللام لو جه حرف منها بعد النون الساكنة أو بعد التنوين ما بعملش هنا غنة حركتين ولا حاجة، بدخل على الحرف على طول. من ربك من له، من ربك من له، ما بقولش غنة هنا. طيب بالنسبة بقى للأربع حروف الباقيين ينمو اليه والنون والميم والواو، لما بدخل على حرف منهم بعمل له غنة حركتين. مما لله، مما لله. فمن يعمل مثقالة، وهكذا في بقية الايه احرف الادغام. طيب هل بينقسم الى نوعين من اعتبار تاني؟ ايوه، بيعتبر الادغام في ادغام كامل وادغام ناقص. ادغام كامل وادغام ناقص. طب يعني ايه ادغام كامل وادغام ناقص؟ الادغام الكامل في المصحف بتلاقي احيانا بعد النون الساكنه او بعد التنوين جاي مثلا ره وعليها شده، شايل السكون من على النون وحاطط بدلها شده، تمام. لما تلاقي الشده دي علامه الادغام الكامل. يعني ايه ادغام كامل؟ يعني بحذف النون بالصفه بتاعتها اللي هي الغنه، بحذف النون بالصفه بتاعتها اللي هي الغنه وادخل على اللام او الره وانطق الره واللام عادي، تمام كده. طيب الادغام الناقص، الادغام الناقص معناه ان انا احذف النون او التنوين بس ابقي على صفه من صفاتها اللي هي الغنه، بخلي الغنه موجوده، وديت بتبقى موجوده في الواو والياء. الواو والياء، ولذلك بتلاقي في المصحف الواو جايه بعد النون الساكنه او الياء جايه بعد النون الساكنه او بعد التنوين مفيش عليها شده، بيبقى عليها فتحه او كسره او ضمه حسب الايه، حسب حركه الحرف. وده علامة للإدغام الناقص، لأن أنا شلت النون بس أبقيت على الغنة بتاعتها. طيب بالنسبة للميم والإيه والنون، إحنا قلنا كده بالنسبة للره واللام إدغام كامل، اليه والواو إدغام ناقص، بشيل النون وبخلي الغنة بتاعتها. أمال بقى الميم والنون لو جت بعد نون ساكنة أو بعد إيه أو بعد تنوين؟ أنا عندي الميم والنون دي أساسا فيها غنة، بالنسبة للميم فيها غنتها والنون فيها غنتها. طب انا هحذف النون بالغنة بتاعتها وانطق النون الجديدة او الميم الجديدة بالغنة بتاعتها، ولا هحذف النون واسيب غنتها واخلي الغنة موجودة في الميم والنون اللي جاية بعديها؟ هنا العلماء اختلفوا. في ناس قالوا ان ده ادغام كامل، وده معناه ان انا شلت النون بالغنة بتاعتها ونطقت الميم او النون اللي جاية بعد النون الساكنة او التنوين دي بالغنة بتاعتها، فاصبحت الغنة الموجودة هي غنة ايه؟ هي غنة الميم او النون الموجودة اللي انا هنطقها، فلذلك قالوا عليه ادغام كامل. وده المتبع في المصحف في روايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه، بيبقى حاطط شده على الميم او النون. وفي ناس قالوا ان النون شلتها وابقيت على الغنه بتاعتها في بدايه الميم والنون الموجوده، ولكن ده راي ضعيف وبيعتبر ان هو بيعتبروا ان هو ده ايه ادغام ناقص.